الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. ما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، اللهم انصرهم على أنفسهم، انصرهم على أعدائهم، وألف بين قلوبهم، وانزع يا رب العالمين الحسد من بينهم، والفتنة والبغضاء من قلوبهم، واجمعهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. كما نسألك يا رب العالمين أن تشتت شمل الأعداء، اللهم ارمهم بكل داء، واجعل الدائرة عليهم يا رب الأرض والسماء، إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. ما نسألك يا ربنا أن تغفر للذين سبقونا على الإيمان، أن تجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان، يا ذا الجلال والإكرام. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فكل نفس ذائقة الموت كما قال سبحانه، كل نفس ذائقة الموت. واليوم شيعت جنازة عميدي كلية الشريعة بالقاهرة، الأستاذ المرحوم والأخ الكبير الذي عاصرته إلى آخر يوم في حياته، الدكتور محمد عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير. كان أبوه من أهل التصوف، كان جده من الأولياء، وروى هو عن جده المرحوم محمد عبد السميع، يروي عن جده أنه لما كان مريدا لشيخنا محمد أمين الكردي، وكان شيخنا محمد أمين الكردي المدفون الآن في مسجده، صاحب مسجد الكردي بالدراسة، كان جد المرحوم الذي مات اليوم مريدا لشيخنا الكردي،
وكان رجلا متصلا بربه مفتقرا لمولاه، لا يملك مالا وإنما يملك قلبا يذكر الله. لذلك قال لشيخه في يوم: يا شيخنا، أريد أن أحج وأن أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أملك شيئا. فقال له شيخنا الكردي: اذهب إلى مولانا الإمام الحسين وصلي هناك. وسكت. من جهة العقل ليس هذا بجواب، لكن من جهة العطاء الإلهي نقول: وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك ذهب من فوره من غير مناقشة إلى مسجد مولانا الإمام الحسين وصلى هناك. كانت الصلاة ظهرا عصرا غالبا عشاء، صلى الصلاة التي كانت من بعد قول شيخه. فبعد الصلاة رأى رجلا قام في الناس وقال: أريد رجلين ليحج بيت الله الحرام على حسابي. فقال الرجل: أنا أولهم. وجاء واحد آخر. يعني كلام الأولياء عند ربهم لا يرد، لأنهم لا يتكلمون إلا بإلهام من الله عز وجل. أريد أن أحج، اذهب إلى الصلاة في مسجد مولانا الإمام الحسين. حينما يصلي يأتي الرجل ويقول: أريد رجلين ليحج بيت الله الحرام على نفقته. فقام الرجل وقال: أنا أولهم. وجاء الآخر. ولذلك يعني من صب هذا الخير في ولده وفي حفيده الذي توفي اليوم عليه رحمة الله. وبلدتنا تقترب من هذه البلدة، بلدتهم أجهور الصغرى، وبلدتنا أجهور الكبرى بلدة العلامة أبي النور الأجهوري المسمى بعلي الأجهوري. والعلامة الأجهوري له باع واسع في العلم. نسأل الله للسابقين أن يجمعهم في جنات النعيم، وأن يلحقنا بهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد. ونأتي إلى درسنا لشيخنا أيضا الذي سبقنا ولكن ترك ميراثه بيننا، وهو شيخنا محي الدين عبد الحميد، وما كتبه على هذا المتن الذي هو في حجمه صغير ولكنه في علمه إشارات، والإشارات إلى معان، والمعاني تشرح وتطرح ويأخذ منها أهل العلم. ولأن هذا العلم لله فهو باق إلى يوم الله. نسأل الله أن نكون من المخلصين. طيب، أنا لم آتي بالكتاب لأني يعني كنت في البلدة، فاجعلوا معي كتابا. نحن الآن في نيابة الفتحة، نيابة الياء. طيب، عن الكسر. كل هذا الكلام الذي سيطرح نحن والحمد لله وقفنا عنده، لأن الأسماء الخمسة وردت علينا، قلنا إنها ترفع بماذا؟ بالواو نيابة عن الضم، وتنصب بالألف.
وتجر. إذن الياء نيابة عن الايه؟ عن الكسرة. طيب كذلك في المثنى، المثنى قلنا إنه يرفع بماذا؟ بالألف. المثنى يرفع بإيه؟ بالألف، وينصب ويجر بالياء. طيب الجمع، جمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بإيه؟ إذن الياء تنوب عن الكسرة في الأسماء الخمسة، والمثنى وجمع المذكر السالم. لكن مع هذا سنقرأ ما قاله الشيخ، لأن في كلام الشيوخ الذين سبقونا على الإيمان بركات وإشارات مع العبارات، سنرى هذا إن شاء الله. الشيخ فائز تفضل يا سيدي قارئ السورة. عندنا قارئ السورة في مصر من يقرأ سورة الجمعة، سورة الكهف، وهذه وظيفة، وظيفة قارئ السورة ولها راتب. الشيخ فائز هو قارئ السورة وراتبه من الله إن شاء الله. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن والشارع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وبعلوم شيخنا حفظ الله تعالى في الدارين، آمين آمين آمين. نيابة الياء يعني الكسرة. نعم. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. نعم. في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأقول للياء ثلاثة مواضع قد تكون في كل واحد منها دالة على خفض الاسم. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، ونحو لا تكن محب لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. السلام. يعني انظروا إلى هذه الأمثلة، ولا يقصد منها الإعراب فقط، إنما هي تربية، يعني تربية إسلامية. حينما يقول سلم على أبيك، طبعا من ناحية الموضع الذي نحن فيه على حرف جر أبي مجرور، وعلامة الجر إيه؟ الياء نيابة عن إيه؟ الكسر. سلم على أبيك صباح كل يوم، يعني في صباح كل يوم. هذه تربية للأبناء، إن هذا الكتاب وضع للصغار، يعني هو في أصله موضوع الذين هم في بدايات العلم، فهو يعطيه من الأمثلة ما فيها التربية. سلم على أبيك في صباحي أو صباحا، لأن صباح ظرف زمان، وظرف الزمان يكون على معنى فيه سواء جاءت فيه أو لم تأتي فيه، لأن السلام لابد أن يكون في زمان. إذن حينما يقول صباحا يعني في صباحي، منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة. صباح كل يوم، صباح مضاف وكل مضاف إليه. المثال فيه علاقة لا بد منها بين الولد وأبيه، يعني لا تقطع ما بينك وبين أبيك، فسلم عليه في صباح كل يوم حتى تدوم المودة. فإذا دامت المودة بين الولد وأبيه دامت الرحمة على الولد بسبب أبيه. ولذلك يعني الولد حينما يكون على هذا الحال تراه من الفالحين في نهاية حياته كما هي في بداية حياته، وإذا كان من الفائزين في دنياه فهو من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. هذا ما رأيناه، وكانت والدتي رحمها الله
في الصباح يوميا تقول اذهب يا فتحي إلى جدك وسلم عليه، قبل يده، قل نعم، سلم على والدك، سلم على عمك، رباط بين الصغير والكبير. ولعل هذا الزمان فقد فيه هذا المعنى خصوصا في الأبناء الذين تربوا هنا في المدينة، أنهم تربوا على اللهو واللعب، هو يبدأ صباحا باللعب أو بالنوم، والرجل يذهب إلى حاله، والأم تذهب إلى حالها، والولد يكون إما وحيدا وإما مع مربيه وإما مع خادمة. وهذا ما أفقد العلاقة التي يجب أن تكون بين الصغير والكبير، ونسأل الله العافية. لذلك أقول الشيخ يأتي بالأمثلة لا للتمثيل على قاعدة فقط، وإنما لتربية النشأ على ما يجب أن يكون عليه في حياته. كذلك في المثال الثاني حينما يقول ولا ترفع صوتك على أخيك الأكبر، لا ترفع صوتك، هذا مفعول، على صوت أخيك، صوت مضاف، وأخي مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، وعلامة جره إيه؟ الياء نيابة عن الكسرة. أخي مضاف والكاف مضاف إليه، الأكبر صفة، واضح؟ لكن المعنى أنه يربي العلاقة بين الأبناء الصغير والكبير، فالصغير يحترم الكبير، والكبير يعطف على الصغير، لأن الكبير في مقام الأب. يعني دائما الأسر في الريف في مصر تعرف أبناءها أن الكبير فيهم يرعى الصغير منهم لأنه في مقام الوالد. وهذا المعنى موجود، حتى وجدت أخي أكرمه الله موجود إلى الآن، لكن رجل كبير فوق 60 الآن، كان يقول لي ونحن صغار يا فتحي أنت حينما تكبر تكون أنت الأب وأنا الإبن. هو صغير. لماذا لمح هذا المعنى؟ لأنه رأى أن الأخوين الكبير فيهم يعطي الصغير إشارات فيأتمر، والصغير يحترم الكبير كوالده تماما، فظن أنه ليس والدا له وإنما هو أخوه، إلا أنه لما كان كبيرا فهو والد له. ولذلك دائما هذه العلاقات التي تكون بين الصغير والكبير تربي أواصر المحبة. ونحن في الأزهر كان الطالب الصغير يرى في الطالب الكبير أستاذا له، وأنا كنت في القسم الابتدائي يعني الإعدادي، حينما أنظر إلى طلاب القسم الثانوي أقول ما شاء الله، هل أنا سأكون طالبا كبيرا كهؤلاء؟ وإذا رأيت طالبا كبيرا يذاكر أحاول أن أتعرف على كيفية المذاكرة التي عنده حتى أتمثله وحتى أكون على منهاجه. وهذا ما نفعني كثيرا. ولما وصلت إلى الجامعة رأيت العلماء، فرأيت أنه لابد أن أكون مجلا لهؤلاء معظما لهم. وما فعلته رأيته حينما صرت في مكانهم. وهذه التربية لابد منها كما قال الشيخ. وأيضا في المثال الثالث لا تكن محبا لذي مال، يعني إيه؟ لصاحب مال، لأن ذي بمعنى إيه؟ صاحب. طبعا اللام حرف جر وذي مجرور، وعلامة الجر إيه؟ الياء، لأنها من الأسماء الخمسة، ذي مضاف ومال مضاف إليه. طيب يا شيخنا يعني أنت تنهانا لا تكن، هذا نهي، ولذلك لنا هي
تكن فعل مضارع مجزوم بإيه؟ بلا الناهية، وعلامة الجزم السكون. لا تكن نهاني عن حب صاحب المال، لكن قال إلا استثنى أن يكون مؤدبا. إذن الأصل في الأغنياء أن المال يغريهم، فإذا أغراهم المال ونفخ الشيطان في نفوسهم فصاروا مستكبرين، فعلى المرء ألا يكون محبا لهم. لماذا؟ لأنه لو أحبهم لعرفوه الكبر وعرفوه سبل الشيطان والمفاسد، وهذا ما رأيناه. إلا إذا كان هذا الغني رجلا مؤدبا ومتواضعا، فإذا كان كذلك مع تواضعه وأدبه إذن المال في يده وليس في قلبه. ولذلك الصالحون أحيانا نراهم يملكون الأموال الطائلة بالمليارات، ولكنهم بأدبهم يجعلون المال في أيديهم، وأما قلوبهم فهي متعلقة برب العالمين. فالأموال لسبل الحياة، وأما قلوبهم فهي خالية من حب المال، وإنما هي مليئة بحب الله الذي أعطاهم وتولاهم وأكرمهم. والمولى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هذه أمثلة طرقها الشيخ للإشارة إلى معانيها، أما ما في الإعراب فالأمر فيه سهل. كان شيخنا يسري زعير أكرمه الله يقول: ليس الأمر في النحو أن تكون رافعا ناصبا، لا، إنما الأمر في النحو أن تقوم على ضبط الأساليب للوصول إلى المعنى فيها. إذن الضبط للأساليب لماذا؟ للوصول إلى إيه؟ المعاني التي فيها، لأن المعنى هو المقصود، والضبط صلة، موصل، مفتاح. إذن أنت تفتح المعنى عن طريق ضبط المبنى، لكن لو أنك وقفت عند الضبط وانتهى الأمر إذن ما صنعت شيئا، كأنك فتحت الباب ووقفت على الباب، ما دخلت، ما عرفت شيئا. لا، افتح الباب بضبط المبنى وادخل على المعنى لترى ما فيه من مغزى، لأن المعنى هو المقصود، لأن الحياة تكون على هذه المعاني. إن كانت صالحة فالحياة صالحة، إن كانت المعاني فاسدة فالحياة تكون فاسدة، نسأل الله العافية. طيب يا سيدي اقرأ لنا. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوق بدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء، والكاف في الأولين ضمير مخاطب وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل الخفض، وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. الحمد لله، يعني هذا كلام طيب وانتهينا منه. هات الموضع الثاني. الموضع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين ونحو سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوق لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. يعني الجنديين، الياء التي هي علامة الجر هي التي فتح ما قبلها وكسر ما بعد. الجنديين مفتوح ما قبلها مكسور إيه؟ ما بعده. نعم. سلم على الصديقين، القاف عليها فتحة وبعدها الياء وبعدها نون تحتها إيه؟ كسر. بخلاف الياء التي في الجمع فإنها تكون بالعكس، يكون ما قبلها مكسور ما بعدها مفتوح.
نعم يا سيدي. وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور وبعدها، وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على الاثنين. نعم، هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث في جمع المذكر. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين، ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين. فكل من البكرين والمسلمين مخبوء لدخول حرف الخفض عليه. وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وكل منهما جمع مذكر سالم. يعني البكرين جمع بكر وبكر وبكر، فيقال ايه؟ بكرين عند الخفض. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. ونظرت الى المسلمين الخاشعين، هذه ايضا تربية، ان المسلم اذا كان مسلما وتغلغلت فيه معاني الاسلام صار من الخاشعين، واما اذا كان مسلما وليست فيه المعاني التي ارادها الله في المسلم تراه وسطة في الجهل والجسم، ما شاء الله فيه طول وفيه عرض، لكن تراه كما ترى الأنعام، بل هو أضل. وأنا أرى في كثير من شباب اليوم، والحمد لله لست منهم، الذين يعيشون على الجهالة، هؤلاء الجهال تراهم لا خشوع فيهم، إنما تراه يتكلم كما يحب ويرفع صوته كما يشاء. أنا من حوالي شهرين كنت يعني متعبا من السفر والجري أو يعني كثرة العمل في اليوم، ورأيت واحدا في الشارع ويمسك بالمحمول ويشتم ويسب الدين لمن يتحدث معه، وكأنه لا قيمة للناس الذين يسيرون في الشارع. فأمسكت به، قلت له يا أخي غفر الله لي ولك، أهذا كلام يقال؟ أهذا يصلح منك حتى ولو كنت غير مسلم؟ فيعني سكت وقال هل أنا أغضبتك في شيء؟ قلت نعم، أنت أغضبت كل المسلمين، أنت لم تغض مسلما واحدا. وجاء واحد من الشباب المؤدب الخاشع قال له هو ينصحك لأنه يريد منك أن تكون شابا فيك صلاح وفيك خير، هذا الكلام لا يليق، يعني لا يليق بينك وبين صاحبك وأنت في خلوة، ما بالك إذا كنت في جلوة يعني بين الناس، هذا حرام، هذا لا يليق. ولذلك الشباب الخاشع تراه شبابا فيه النور الذي يشع من وجهه والأدب الذي تراه على لسانه، وتراه هادئا يدلل على أنه يحمل من المعاني الطيبة التي تقبضه وتدفعه، تدفعه للعمل وتقبضه بالأدب. هذا الذي كان في الزمان الماضي حينما نرى إخواننا من طلاب العلم ونرى المريدين حول شيوخهم. ولذلك أحمد الله عز وجل أننا أكرمنا بشيوخنا من أول حياتنا، وأحببت الشيوخ من أول حياتي، فرأيت فيهم الكرامة كلها، وما يريده المريد في الحياة مع شيخه يأتيه ما أراد وزيادة مع الأدب ومع دائرة الأمل الذي لا ينقطع. أما هؤلاء الذين يعيشون كالأبقار وكالأغنام، قال فيهم رب العالمين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله العافية.
بعد هذا ننتقل إلى نيابة الفتحة عن الكسرة. فتحة عن الكسرة هي في موضع واحد في الاسم الذي لا ينصرف، حينما تقول صليت في مساجد، هي أصلها في مساجد القاهرة مثلا، لأنه عند الإضافة، الإضافة تجعل الحكم على الأصل، يعني تجعل الاسم الذي لا ينصرف مجرورا بالكسرة، ولذلك سنشترط فيه ألا يكون مضافا وألا يكون بأل، فإذا كان مضافا أو كان بأل فإنه يجر بالكسرة، لكن إذا لم يكن بأل ولم يكن مضافا فإنه يجر، ولكن علامة الجر إيه؟ الفتحة للتخفيف. صليت في مساجد إذا مجرور بفي، علامة جره الإيه؟ الفتحة، نيابة عن إيه؟ عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، وسيأتي هذا إن شاء الله. طيب نقرأ. هو فتح الباب للممنوع من الصرف. نعم يا سيدي. نيابة الفتح عن الكسرة. قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وأقول: في الفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف، وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل فعلا، هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. يعني نفهم من هذا أن الأسماء تنقسم إلى قسمين: قسم معرب وقسم مبني، والاسم منه معرب ومبني. فالمبني هذا يظل على بنائه كما قلنا سابقا في جميع أحواله: هؤلاء طلاب مؤدبون، مبتدأ ولكنه مبني على الكسر في محل رفع. رأيت هؤلاء الطلاب، إذن هو مفعول، المفعول منصوب إلا أنه مبني على الكسر في محل إيه؟ نصب. مررت بهؤلاء، الباء حرف جر، هؤلاء مجرور، ولا يقال علامة جره، لا، يقال مبني على الكسر في محل جر. إذن المبني أمره سهل، لماذا؟ لأنه يظل على حالة واحدة لا يتحلحل عنها، يبقى على هذه الحالة في حالة الرفع والنصب والجر. إذن هو مبني في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. جاء هذا، ورأيت هذا، ومررت بهذا، فهذا مبنية على السكون. ولذلك الأسماء المبنية معدودة: أسماء الإشارات ما عدا المثنى، أسماء الموصولة ما عدا المثنى، بعض الأسماء المبنية كحيث مبنية على الضم، على الفتح، على الكسر. الأسماء المبنية معدودة. أما المعرب فهو الذي تظهر عليه علامات الإعراب بحسب الموقع، بحسب إيه؟ يعني مثلا مرفوع علامة الرفع إما الضمة وإما علامة فرعية، منصوب إما الفتحة وإما علامة إيه؟ فرعية، مجرور علامة الجر الكسرة أو علامة فرعية تقوم في مقام الكسر. لكن هذا المعرب أيضا هل سيكون منونا أم سيكون بلا تنوين؟ والله وجدنا هذا، وجدنا هذا.
إذن الاسم المعرف فيه أيضا فرعان، إما أن يكون منونا محمد كريم، واضح؟ إذن هذا إيه؟ منون، يعني تلحقه نون التنوين، وهذا ما يسمى بالمصروف. إذن المصروف هو إيه؟ المنون. إذن المصروف هو إيه؟ المنون. طيب، حينما تقول جاءت سعاد، قال الشاعر بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. سعاد معرب، لكن هل هو منون؟ لا. إذن هذا ممنوع من التنوين، وهو المسمى الممنوع من الايه؟ من الصرف. هذا هو الذي أوقف العلماء، ممنوع من الصرف. لماذا؟ قالوا لأنه أشبه الفعل. في ماذا يشبه الفعل؟ قال لأن الفعل لا ينون. أنت حينما تقول يكتب يسعد، هل يصح لك أن تقول يكتب؟ هذا خطأ. إذن هو لما أشبه الفعل منع من التنوين. منع من إيه؟ لأنه أشبه الفعل في ماذا؟ لأن فيه علة في لفظه وعلة في معناه. فيه إيه؟ علتان، علة تعود إلى اللفظ وعلة تعود إلى الإيه؟ إلى المعنى. أو فيه علة تقوم في مقام العلتين. هذه العلة بمعنى المرض، يعني هذا الاسم ضعيف، فيه علتان أو فيه إيه؟ علة واحدة تقوم في مقام العلتين. ولذلك يقال هذا الاسم الممنوع من الصرف متمكن غير أمكن. متمكن غير إيه؟ يعني هو متمكن لكن تمكنه فيه قلق، لأنه شبيه بالإيه؟ بالفعل. لكن حينما يكون منونا إذن لم يشبه الفعل، فلم يمنع من الصرف، واضح؟ ولم يشبه الحرف فيبنى، لأن الاسم المبني بني لأنه شبيه بالحرف. الأسماء المبنية مبنية لماذا؟ لأنها تشبه الايه؟ الحرف. فلما أشبهت الحرف بنيت. إذن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى، وإذا أشبه الفعل يمنع من الصرف. طب إذا لم يشبه الحرف ولم يشبه الفعل، لا هذا ينون. إذن التنوين علامة تمكنه، علامة إيه؟ إذن الاسم المتمكن تمكنا قويا هو الاسم الذي صرف، يعني نون لأنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولم يشبه الفعل فإيه؟ فيمنع من الصرف. ولذلك قال الاسم إما أن يكون متمكنا أمكن، يعني متمكن تمكن إيه؟ قوي. وإما أن يكون متمكنا غير أمكن، يعني متمكن مع القلق. إذن متمكن نوعان، متمكن إيه؟ أمكن، متمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن هذا هو المنون. ومعنى أنه متمكن أمكن يعني هو اسم في أعلى الدرجات، لم يشبه الفعل ولم يشبه الحرف، وإنما تمكن في باب الاسمية، تمكن في باب إيه؟ الاسمية. كما نرى في الرجال، رجل متمكن من أخلاقه، ولذلك قال هذا رجل فيه رجولة، فيه إيه؟ أهدى متمكن أمكن. لكن رجل يعيش مع النساء، إذن هو رجل صحيح، لكن رجولته ليست متمكنة فيه، لأن من عاش مع قوم كان منهم،
عاش مع النساء مدة من الزمان تراه امرأة، هو رجل صحيح لكن معاملاته مع النساء، إذن حينما تعامله تراه يعني متميعا، إذن هذا ليس برجل، إذن هذا صورته صورة الرجال ولكن لم تتمكن فيه الرجولة، والأنثى أنثى. إذن الاسم إذا تمكن في باب الاسمية يعني لا يشبه الحرف ولا يشبه الفعل، ومتمكن إيه؟ أمكن. لكن إذا أشبه الفعل فإنه يكون متمكنا غير أمكن، يعني ممنوع من الصرف. فهمنا هذا؟ طيب، المراد هنا في هذا الباب أن نتعرف على هذه العلل. خلاصة هذه العلل أن العلل ثلاثة أنواع، علتان تبدأ بالعالمية ومعها علة أخرى، يعني العالمية والتأنيث مثلا في سعاد فيها علتان، أنها علم وعلم إيه؟ مؤنث. إبراهيم عالمية وعجمة، إذن علتان تبدأ بالعالمية ومعها علة أخرى. والنوع الثاني علتان تبدأ بالوصفية، تبدأ بإيه؟ يعني مثلا أحمر منع من الصرف، لماذا؟ لأنه فيه الوصفية ووزن أفعل، هذا سيأتي إن شاء الله. بعد ذلك نرى علة واحدة تقوم في مقام العلتين، قصيرة منتهى الجموع، مثل مساجد مفاعل وفيها سجاجيد مفاعيل. واضح؟ إذن خلاصة العلل أنها إما أن تكون على علتين إحداهما العالمية أو إحداهما إيه؟ الوصفية. أما إذا كانت هناك علة واحدة فإنها لا بد أن تكون علة تكون في مقام إيه؟ العلتين. وسيفصل هذا تفصيلا سريعا إن شاء الله، يعني العالمية ومعها علة أخرى في ستة أمور، الوصفية ومعها علة أخرى في ثلاثة أمور، العلة الواحدة التي تقوم في مقام العلتين هناك ثلاث علل، صيغة منتهى الجموع وعلتان، سيأتي كل هذا إن شاء الله، وعلينا أن نقرأ وسترون هذا مفصلا. العلل، اقرأ كده. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير، الأولى العالمية والثانية الوصفية. طبعا العالمية علة في المعنى لأنه عالم يدل على واحد، يعني عمر يطلق على واحد، عمر سعاد على واحدة، إذن هذه العلة وهي العالمية علة معنوية، الوصفية علة معنوية. نعم يا سيدي. ولا بد من وجود واحدة من هاتين علتين في الاسم الممنوع من الصرف، يعني إما عالمية وإما إيه؟ وصفية، لكن العالمية معها إيه؟ معها علة أخرى من علل ست ستأتي إن شاء الله. ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل. نعم. وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل والعدل. نعم. تفضل.
ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع العالمية فيه. يعني عالمية وعلة من هذه العلل الست، ووصفية وعلة من العلل الثلاث التي ستأتي إن شاء الله. نعم. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدد. يعني وصفية وزيادة الألف والنون، وصفية ووزن الفعل، وصفية والعدل، وسيأتي هذا بالتفصيل. فمثال العلمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. طيب، التأنيث في فاطمة ظاهر، تأنيث اللفظي بالتاء، وتأنيث إيه؟ معنوي، فاطمة وأنثى، إذن التأنيث معنوي وفيها التاء التأنيث. إذا اللفظ فاطمة مؤنث لفظا وإيه؟ ومعنى. طب زينب تأنيث إيه؟ معنوي. حمزة حمزة تأنيث إيه؟ لفظي فقط. إذن التأنيث من أي ناحية؟ إما أن يكون تأنيثا لفظا ومعنى، أو معنى فقط أو لفظا فقط. ولذلك هو أطلقها العالمية والتأنيث، لكن تأنيث بغير إيه؟ ألف، لأن ألف التأنيث ستأتي إن شاء الله وستكون مع الوصفية إن شاء الله تعالى. نعم. ومثال العلمية مع العجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم. ومثال العلمية مع التركيب، نلاحظ أن إدريس ويعقوب وإبراهيم كم حرفا؟ ثلاثة أحرف أم أكثر؟ أكثر من ثلاثة أحرف، لذلك يشترطون في العقمة أن يكون العلم الأعجمي زائدا على ثلاثة أحرف. لو كان على ثلاثة أحرف صرف، وأوحي إلى نوح مصروف. لماذا صرف؟ لأنه وإن كان علما وفيه العجمة إلا أنه على إيه؟ ثلاثة أحرف، وثلاثة أحرف أوسطها ساكن، يعني حرفا ونصف. إذن زيد التنوين حتى تكون الكلمة لها قيمة، لأن الكلمة على ثلاثة أحرف فهي خفيفة، ولذلك تحتاج إلى التنوين حتى تكون الكلمة لها وزن ولها قيمة. ولذلك شرط في الممنوع من الصرف للعالمية والعجمة أن يكون إيه؟ زائدا على ثلاثة أحرف. طيب، تفضل يا سيدي. ومثال العلمية مع التركيب مع ذي كرب وبعلبك وخادي خان وقادي خان وحضر موت. لا عندنا برز جمهر ورا مز ورا مر مز. هو يبدو أنه في الطبعة التي معك حذف الكلمتين الأخيرتين، لأنه قال معدي كرب وبعلبك وقاضي خان، هو أقل إيه؟ وبروز جمهر، حتى مكتوبة خطأ، هي بروز جمهر. رام هرمز، ومنه العلامة الرام هرمزي، كان من رام هرمز، ما أظن هي بلدة موجودة هناك في روسيا، الجمهوريات التي يعني أسلمت أو الإسلام ظهر فيها هذه التراكيب. لكن المقصود أن كل كلمة تركبت من جزئين، يعني معدي كلمة، كرب كلمة، فركبت الكلمتان تركيبا مزجيا،
ما معنى التركيب المزجي؟ التركيب المزجي أنه تركب من كلمتين واختلطت كل منهما بالأخرى فصارت كلمة واحدة. إذن التركيب المزجي ما كان مركبا من كلمتين واختلطت كل منهما بالأخرى فصارت إيه؟ كلمة إيه؟ واحدة. هذا يسمى تركيبا إيه؟ مزجيا. أما التركيب الإسنادي فهو أن يتركب من كلمتين أضيفت الأولى إلى الثانية، هذا يسمى تركيب إيه؟ إضافي. تركيب إيه؟ إضافي. هناك تركيب إسنادي معناه أنني سميت بمسند ومسند إليه، يعني أسندت الفعل إلى الفاعل. شاب قرناها، الأصل شاب فعل ما وقرناها فاعل، فركب الفعل مع فاعله وصار هذا التركيب اسما لامرأة تسمى شاب قرناها. إذن هذه المرأة سميت باسم مركب ويسمى تركيبا إسناديا، يعني ركب فيه المسند وهو الفعل مع المسند إليه. ولذلك يقولون عند إعراب هذه الكلمات التي فيها إسناد أو فيها تركيب مزجي، يعني تعرب إعرابا على حالها، إن أعربتها بالرفع والنصب والجر فهي ممنوعة من الصرف للعالمية والإيه؟ والعجمة، العالمية والتركيب المزجي، العالمية وإيه؟ تركيب المزجي. لكن الإشكال في التركيب الإسنادي، يعني شاب قرناها بنت مؤدبة، هكذا كان يقول شيخنا، يعني لو قلت شاب قرناها بنت مؤدبة كيف تعرب؟ تقول شاب قرناها كلها مبتدأ، كلها لأنها اسم إيه؟ واحدة. طيب المبتدأ مرفوع، علامة الرفع ضمة قدرة، ضمة إيه؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات الحكاية. حركات إيه؟ يعني أنت حكيت الفعل مع الفاعل حكيتهما علما، يعني نقلت الجملة، الجملة التي كانت مكونة من فعل وفاعل نقلتها إلى باب الأعلام، إلى باب إيه؟ وسميت بها إنسان. وكان بعض شيوخنا يضحكون يقول يعني يتخرج من كلية اللغة فمن تقعره سمى ولده ضرب زيد، سمى ولده هكذا. يا أخي سميه محمدا، سميه إبراهيم. يقول لا، أنا عشت على زيد بن عمرو، أنا أسمي ولدي ضرب محمد. خلاص، إذا سماه بتركيب إسنادي، إذا ضرب محمد ولد مؤدب، إذا ضرب محمد كلها مبتدأ ومرفوع، علامة رفعه إيه؟ ضمة مقدرة، منع من ظهورها إيه؟ اشتغال المحل بحركات الحكاية. هذا في التركيب الإسنادي. لكن في التركيب الإضافي الأمر سهل، لأن الجزء الأول تظهر عليه علامات الإعراب، عبد الله عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذن علامات الإعراب ستظهر على الجزء الإيه؟ الأول. والجزء الثاني مجرور دائما، مجرور بإيه؟ بالإضافة. لهذا في التركيب الإيه؟ الإضافة. أما التركيب الذي معنى يسمى تركيبا إيه؟ مزجيا. التركيب المزجي يدخل عندنا في الممنوع من الصرف. معدي كرب اسم شاعر، جاء معدي كرب ويرفع ولا ينون لأنه ممنوع من الصرف.
رأيت معدي كربا، منصوب لأنه مفعول بغير تنوين مع النصب. مررت بإيه؟ بمعدي كربا، إذن مجرور بالباء، وعلامة جره إيه؟ الفتحة نيابة عن إيه؟ كسرة، لأنه ممنوع من الصرف. وتصنع هذا في بعلبك، بعلبك أصلها بعل وهو اسم الصنم، وبك اسم البلد، ولذلك قال تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم، يعني تذرون الله ربكم ورب آبائكم الأولين، تتركون مولاكم الذي رباكم وتدعون هذا الصنم المسمى بعلا. ثم أضيفت كلمة بك إلى بعل وامتزجتا فصارتا كلمة واحدة. وكما قلت إن التركيب المزجي أن تكون الكلمة الأولى والثانية في حالة امتزاج تام حتى صارتا إيه؟ كلمة واحدة. وكذلك أيضا في قاضي خان، هي أصلها قاضي وخان، خان يعني المكان الذي في هذه الكلمات فيها رائحة اللغة التركية، قاضي خان وكتب خانة، كلمات تركية في الأصل موجودة في مصر أيام أن كان الأتراك هنا، فكلمات نقلت من عندهم إلينا وصارت إلى يومنا هذا. إذن هذه الكلمات فيها تركيب إيه؟ مزجي، وتعرب كما قلنا، ترفع بالضمة تنصب بالفتحة وتجرب إيه؟ وكل ذلك بدون إيه؟ بدون تنوين، وذلك للعالمية وإيه؟ والتركيب المزجي. أما التركيب الإسناني عرفناه يعرب على الحكاية، التركيب الإضافي الكلمة الأولى تعرب والكلمة الثانية إيه؟ مجرورة بإيه؟ بالإضافة. طيب يا سيدي، هات العالمية التي بعدها. ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان وعفان وسحبان وسفيان وعمران وقحطان وعدنان. كل هذه الكلمات فيها عالمية، إما أن تكون عالما على إنسان، عالما على بلد، عالما على شهر مثل رمضان وشعبان. عندنا مروان، عثمان، عفان، سحبان، سفيان، عمران، قحطان، عدنان، كل هذه كلمات فيها ألف ونون زائدة، ولذلك هو علم مع زيادة الإيه؟ الألف والنون. وطبعا هذه الزيادة مهمته أنها تزيد في المعنى، لأنه كلما زاد المبنى زاد إيه؟ زاد المعنى. ثم سمي به إنسان، يعني مثلا الرحمن فيها وصفية مع زيادة الألف والنون، لكنها وصفية لأن الألف والنون لما زادت زاد المعنى في الوصف، الألف والنون زادت في العلم زاد المعنى في العلم. طيب، إذا رأينا كلمة فيها العالمية وزيادة الألف والنون أيضا منعت من الإيه؟ من الصرف. نعم، تفضل يا سيدي. ومثال العالمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر. ما معنى وزن الفعل؟ يعني أن تكون الكلمة في الأصل فعل ونقلت من باب الأفعال إلى باب إيه؟ الأعلام. يعني أحمد أصلها من حمد يحمد فأنا أحمد الله، إذن أحمد هنا الأصل فيها فعل مضارع لكن نقلت إلى باب الأعلام فصار هناك من يسمى أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه يبقى إذن هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعالمية وإيه؟ ووزن الفعل. يزيد في الأصل فعل مضارع، من زاد يزيد وهكذا.
إذن اللغة حينما ترى كلمة نقلت من باب إلى باب لابد أن تكون في الباب الثاني لها حالة خاصة، حالتها أنها تصير في باب الأسماء إلا أن أصلها فيها وهو الفعل، إذن تمنع من الصرف، لأن الاسم إذا أشبه الفعل أو كان أصله الفعل فإنه يأخذ من الأصل ما فيه، فالفعل لا تنوين فيه، إذن الاسم الذي كان أصله الفعل لا تنوين فيه. أحمد يشكر أيضا يشكر، أصلها شكر يشكره، وهكذا. نعم يا سيدي. ومثال العلمية مع العدل: عمر وزفر وقثب وهبل وزحل وجمح وقزح ومضار. في الحقيقة وقفوا عند هذا، قالوا يعني عمر ممنوع من الصرف وعامر مصروف، فعلماء النحو الصرف قالوا إذن الأصل عامر، يعني الأصل في الكلمة عامر على وزن إيه؟ فاعل. ثم إننا عدلنا عامر إلى عمر، قالوا إذن المعدول يكون ضعيفا، وما دام قد عدل فلا بد من الفرق بينه وبين المعدول عنه، فالمعدول عنه مصروف، إذن المعدول لابد أن يكون إيه؟ ممنوعا من الصرف. ولذلك قالوا عمر معدولة عن عامر، وزفر عن زافر، وقثم عن قاثم، وهكذا. ولذلك هذا ما يسمى بالعالمية والإيه؟ والعدل عن أصل كان له. إذا معنى العدل أنه عدل عن أصل كانت عليه الكلمة ثم عدل، إذن المعدول ممنوع من الإيه؟ الصرف للعالمية وإيه؟ والعدل. نعم يا سيدي. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون. انتهينا من العالمية، عالمية مع التأنيث والعجم والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. ستة، هات الوصفية. نعم. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون: ريان وشعبان ويقظان. شمعان. ريان وشبعان ويقظان. طبعا ريان يعني كثر فيه الماء حتى امتلأ بالري فهو ريان، إذن الريان الذي شبع من الماء ارتوى، إذا الريان شرب حتى تضلع. ولذلك هناك في مكة المكرمة وعدني الله وإياكم على الدوام، حينما يشرب الإنسان من ماء زمزم يشرب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار علينا بأن نتضلع حتى تصير ريان. لماذا؟ لأن ماء زمزم لما شرب له، إذن عليك أن تأخذ منها بقدر ما تستطيع. ولذلك يعني ماء زمزم لا يشبع منه الإنسان، فكلما شربت احتجت إلى زيادة والزيادة، كلما تقول أنا صرت ريان بعد نصف ساعة ترى نفسك لا شيء، تعود مرة أخرى، وهي والحمد لله لا ينضب ماؤها إلى يوم القيامة، وتسقي الحجيج الأعظم وهي بئر واحدة، وذلك من عظمة الله في هذا المكان، بئر واحدة تسقي الملايين، وفي مكة وفي المدينة. لذلك أنا قلت لأبنائي في السعودية، قلت لهم أنا ما جئت لكم وإنما أنا جئت للحج والعمرة، أما العلم فهو للذين في مصر، هم أحق الناس وأولى الناس بالعلم، ونحن لكم شيوخكم، أنتم يعني في بلدكم ولكم ممن هم عندكم يكفونكم، أما نحن جئنا للحج والعمرة. لذلك بعد 6 سنوات أرادوني وأنا ما أردتهم،
قلت لهم أنا أخذت ما أريد، حججت اعتمرت كثيرا الحمد لله، فخلاص أنا أريد أن أحول ما عندي إلى غيركم. وهناك في مصر من هم يعني أحق الناس بهذا العلم؟ الحقيقة هناك الجداول محدودة والحركات محسوبة والكلمات معدودة. إيه حساب؟ لا، نأتي إلى حرية الطرح والنشر في هذا المكان الحمد لله رب العالمين. مع أني والله يعني بالنسبة لي أنا كنت حرا، يعني دخلت في كل الأماكن ما عدا الشيعة، دعوني فلم ألبي الدعوة. قلت لا، تلبية الدعوة حرام ولا تصلح لأمثال هؤلاء، لأن لهم من التقية ما يجعلهم يدفنون ما لا يعلنون ويقولون ما لا يفعلون ويظهرون ما لا يبطنون. إذن هم يعني على شعبة من النفاق. لا لا لا، هؤلاء كانوا عندنا في الفصل ونصف الفصل منهم، وكنت أتحدث عن الشيعة في المواطن التي تأتي في العلم بالعلم فقط بكل صراحة ولا أزيد. لذلك غضبوا مني مرة ولم يتكلموا، لأنني كنت أتحدث عن المجاز في القرآن وغيره، وأقول إن القرآن معجز بلفظه ومعناه. ثم قلت إن المرتضى من الشيعة، وأنا نسيت أنها هنا شيعة، وقلت المرتضى من الشيعة رجل لا يفقه، لأنه قال يجوز لأي إنسان عربي له لغة وفيه بلاغة أن يضع كلاما ككلام القرآن، هكذا يقول، ولكن المعنى سيختلف. فأنا قلت يا أخي سبحان الله، كيف يكون الكلام يماثل الكلام مع اختلاف المعنى؟ وكتبت على السبورة: جاء محمد وبجانبها جاء عمر، ما الفرق في المعنى بين التعبيرين؟ هذا جاء وهذا جاء. ثم أتيت بكلام الرافعي رحمه الله لأنه الذي قال هذا الكلام، وتكلمت، وبعد أن انتهيت طبعا غضبوا المرتضى من أئمتهم. فلما غضبوا يعني قالوا ننتظر حتى يضع الأستاذ الامتحان وبعد ذلك نكلمه. فلما وضع الامتحان وجاء يوم الامتحان، قابلني واحد منهم قال يا دكتور نحن نحبك في الله. قلت أحبك الله؟ طبعا هذا كلام مجازي ليس عن الحقيقة، يعني هو يحبني كيف يناقش. قلت وماذا بعد؟ قال أنا لا أدري ماذا أقول لك. قلت قل الحمد لله في مصر يقال إن الرجل إذا لم يزوج بناته فإنه لا يتكلم إلا يعني كلاما محسوبا، يريد أن يزوجهم. قلت له أنا زوجت البنات والحمد لله، تكلم بصراحة. فالرجل قال أنت تحدثت عن المرتضى من الشيعة. قلت أنا؟ قال نعم. قلت لا، القائل هو الرافعي. قال الرافعي حتى لم يأتي بمرجع. قلت له كيف يأتي بمرجع وهو مرجع؟ الرافعي مرجع، فكيف يأتي هو بمرجع أو تحاسبه على مرجع؟ لا، الرافعي إذا قال قال قولا علميا بعد أن فحص وفتش ودقق ونبش وأخرج المعنى وكتب. تطالبه بمرجع وهو إمام أهل المراجع؟
المهم سكت وجدني يعني استطلت معه في الكلام. قال أنا أرجو ألا يعني تزعل علي ألا تغضب. لو أنا لا أغضب إنما هو نقاش علمي. قال أنا بحثت. فلما قلت يا أخي أنت كالرافعي أو أعلى من الرافعي، أنت بحثت لكنك صغير، ابحث ودقق وسترى إن شاء الله ما لشيخي في المدافن التي تحتها علم وغطيت أو سترت بالتقية. هذه المدافن التي فيها العلم الذي أخرجه الرافعي رحمه الله. المهم بعدها طبعا يعني أجابوا إجابات طيبة، وكانوا في أغلب الأحوال يعني ينجحون أجمعين لأنهم يذاكرون ويقولون، أما تطبيق العلم فليس عندهم. ولذلك الحمد لله أنني يعني انتهيت وجئت إلى هنا، أنني أرى أن الأزهر هو المعقل الوحيد للعلم الصافي، وأي مكان سواه فإما أن يكون صافيا وإما أن يكون مدخولا، ونحن نريد العلم الصافي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ونعطي لكل علم حقه وقدره ونصفي ونقول هذا سقيم هذا سليم هذا يصح هذا لا يصح. هذا عندنا والحمد لله. طيب ماذا بعد ذلك؟ الوصفية مع إيه؟ مع وزن الفعل. وزن الفعل يعني ما كان على وزن أفعل مثل أكرم أفضل أعلم. ولذلك بعضهم يقول الوصفية ووزن أفعل، وصفية وإيه؟ وزن أفعل. طيب اقرأ كده يا شيخ. ومثال الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية ومثال الوصفية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل. نعم. ومثال الوصفية أصل وزن الفعل أكرم، لأن الأصل في أكرم أنها فعل مضارع، أنا أكرم وأكرم، إذن هي في الأصل فعل إما ماضيا وإما إيه مضارعا، إذن هذه وصفية ولكن فيها وزن الإيه الفعل في الأصل، إذن وزنها في الأصل هو وزن إيه وزن الفعل، طالما فيها وزن الفعل إذن تمنع من الصرف. نعم. ومثال الوصفية مع العدل مثنى وثلاث ورباع وأخر. مثنى أصلها معدولة عن اثنين اثنين، قل مثنى. ثلاث يعني ايه؟ ثلاثة ثلاثة، واضح؟ رباع يعني أصلها ايه؟ أربعة أربعة. إذن أنت عدلت عن اللفظ الطويل إلى لفظ واحد، يعني بدل أن تنطق بكلمتين جعلت في مكان الكلمتين ايه؟ كلمة. إذن الكلمة معدولة عن ايه؟ عن كلمتين. ولذلك الشيعة غفر الله لهم يقولون إن الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، قالوا إذن اثنين اثنين، إذن اثنين اثنين يعني أربعة، وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، إذن ستة، وأربعة عشر. طيب ورباع يعني كم؟ أربعة أربعة يعني كم؟ ثمان وعشرة، يبقى إذن ثماني عشرة امرأة. ويقول إذن يعني الواحد أحل الله له بنص القرآن على لغة العرب ثماني عشرة امرأة، بئس ما صنعوا. فالإمام أحمد رضوان الله عليه قال إن الرجل إذا كان فراغا للزواج بالنساء وليس عنده عمل وعنده الرزق يأتيه من كل مكان رغدا حلالا طيبا فليتزوج بأربع، كما قال تعالى مثنى وثلاثة ورباع.
فإذا تزوج بالأربع قال عليه أن يقسم الليل والنهار بينهن، يجعل للأولى الضحوة والثانية لها آخر النهار، الثالثة لها نصف الليل، الرابعة لها النصف الآخر من الليل. سبحان الله، كم يعيش هذا الرجل؟ شهرا، بعد ذلك يقبر وينتهي أمره. لذلك فهم القرآن لا يكون إلا على عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني كان صلى الله عليه وسلم يأتي إليه العربي: يا رسول الله أنا أريد الإسلام. يقول: ادخل. فيدخل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول له: كم عندك من النساء؟ فيقول: 20. العربي طبعا يعني كان الأمر عنده النساء كالأغنام، جمع من الأغنام وجمع من النساء، إذن عنده النساء بلا عدد. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. إذن معنى رباع التي في القرآن فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المعنى إيه؟ أربع. يبقى ليس كما يقول القائل إن يعني رباع أربعة أربعة، ثلاث ثلاث، لا، هذا تفسير خطأ. تفسير في القرآن تفسير بعمل المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن يعني مثنى وثلاثة ورباع هذه ألفاظ معدولة، ولذلك فيها وصفية وإيه؟ وعدل. يعني عدل اللفظ المكرر ثلاثة ثلاثة إلى لفظ واحد وهو إيه؟ ثلاث، وهكذا. طيب يا سيدي، هات الوصفية. لا، انتهى. إذن الوصفية تكون مع زيادة الألف والنون، مع وزن أفعل، ومع العدل. طيب، أما العلتان. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين، فهما صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. نعم، سنشرح هذا إن شاء الله. أما صيغة منتهى الجموع، أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير، وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وحوائض وقوامث، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وعصافير وقناديل. طيب، الضبط ظاهر، يعني صيغة منتهى الجموع كل كلمة جمعت على وزن مفاعل أو مفاعيل، على وزن إيه؟ مفاعل، يعني بعد ألف التكسير حرفان، أو مفاعيل يعني بعد ألف التكسير إيه؟ ثلاثة أحرف أوسط وإيه؟ ساكن. لكن لماذا سميت صيغة منتهى الجموع؟ قالوا: لأنها لا تجمع. لأنها إيه؟ يعني الجمع يجمع، الجمع يجمع. يعني المرأة حينما يريد أحد الزواج بها تقول: يعني هاتي، هنا في مصر يقال لو هاتي لها شيئا من الحلي، فيأتي بسوار، سوار يعني ما يكون حول المعصم، والسوار مفرد، السوار إيه؟ طيب، هو يريد أن يأتي بثلاثة، إذن الثلاثة أسورة، إذن الثلاثة يقال أسورة، إذن أسورة جمع إيه؟ سوار، سوار مفرد، وأسورة إيه؟ جمع. لكن الرجل كان شغوفا بالمرأة وعنده المال، فلم يأتي لها بأسورة فقط، وإنما جاء بعدة أسورة، يعني جاء بأسورة من شكل، وأسورة من شكل، وأسورة من شكل. إذن جمعنا أسورة
تجمع أسورة على أساور. إذن أساور صارت على وزن إيه؟ مفاعل. هل أساور تجمع مرة ثانية؟ لا، انتهى الجمع. ولذلك صيغة منتهى الجموع معناها أنها لا تجمع مرة ثانية، يعني انتهى عندها الجمع، انتهى عندها إيه؟ الجمع. وكذلك أيضا سجاجيد مفردها سجادة، وقد تجمع سجادة جمعا آخر كما يقال السجادات، جمع مؤنث، وجمع المؤنث جمع تقليل. جمع إيه؟ ما معنى تقليل؟ يعني من 3 إلى 9 أو من 3 إلى 10. لكن أنت أتيت بألف سجادة، هل تقول سجادات؟ لا، تقول سجاجيد. إذن سجاجيد جمع وصل إلى نهاية الجمع، يعني لا يجمع مرة ثانية. إذن معنى صيغة منتهى الجموع أنها صيغة انتهى إليها الإيه؟ الجمع، فلا تجمع مرة ثانية. إذن الجمع يجمع إلا إذا وصل إلى مفاعل أو مفاعيل، فإذا وصل إلى مفاعل أو مفاعيل فإنه إيه؟ لا يجمع، انتهى الجمع. طيب يا سيدي، هذا في صيغة منتهى الجموع، هذا هو المسمى بالعلة الأولى التي تقوم في مقام إيه؟ علتين. العلة الثانية، وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى. نعم، يعني حبلى هذا وصف للمرأة، إذن لابد من علامة تدل على أن الوصف هنا للمرأة وهو الألف. لكن ألف إيه؟ ألف التأنيث، وألف التأنيث هنا مقصورة، مقصورة يعني ليس بعدها همزة. إذن ما معنى مقصورة؟ ليس بعدها إيه؟ همزة. حبلى وقصوى، قصوى أيضا وصف للمؤنث البعيد، يعني وصف للأنثى الإيه؟ البعيدة. لكن المذكر منها أقصى، إذن المذكر إيه؟ أقصى، والمؤنث قصوى. لكن في حبلى تأنيث ولا مذكر له، إن هذا الوصف خاص بمن؟ بالمرأة. إذن المرأة حبلى، هل يقال رجل أحبل؟ هذا غير موجود، لا واقعا ولا لفظا. ولذلك عندنا فعل مثل قصوى والمؤنث أفعل والمذكر أفعل إذا وجد الوصف للمذكر، فقد يكون كما في قصوى مؤنث والمذكر إيه؟ أقصى، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الإيه؟ الأقصى. إذن أقصى يعني أبعد. ولذلك العلماء الأتقياء يقولون في كلمة الأقصى إشارة إلى مسجد رسول الله، لأنه إذا قيل أقصى يعني أبعد، إذن هناك مسجد بعيد، لأنه لا يقال أبعد إلا إذا كان هناك إيه؟ بعيد. طيب ما البعيد؟ إذن هو مسجد يتوسط بين المسجد الحرام والمسجد الإيه؟ الأقصى. هذا المسجد الذي يتوسط بينهما هو مسجد إيه؟ رسول الله. ولذلك يعني القرآن له عبارات عند التدقيق يعطيك من المعاني البعيدة التي تلمح من فهم الألفاظ على اللغة. من المسجد الحرام إلى المسجد، لم يقل القصري يعني البعيد، وإنما قال إلى المسجد الإيه؟ الأقصى. إذن هناك مسجد قصي أي بعيد. ما هذا المسجد القصي؟ هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا حبلى، قصوى، دنيا، دنيا مؤنث أدنى،
أدنى يعني قريب، دنيا مؤنث، أدنى يعني التي تكون دانية، دانية يعني قريبة، قريبة الزوال، قريبة من الآخرة. ولذلك يعني وما هذه الحياة الدنيا يعني القريبة الزوال إلا لهو ولعب، أو إلا لعب وإيه ولهو. طيب، دعوة. إذن ألف التأنيث المقصورة يعني التي تدل على تأنيث اللفظ، ولكن بألف ليس بعدها همزة. وأما إذا كان بعدها همزة فإنها تسمى بألف التأنيث الإيه؟ الممدودة. اقرأ. وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وأصدقاء وعلماء. نعم. يعني ألف التأنيث الممدودة هي التي يكون بعدها همزة، وهذا موجود في الألوان والصفات التي للحلية أو العيب، يعني حمراء، صفراء، دعجاء يعني عينها فيها دعج يعني فيها سواد مع اتساع، تسمى إيه؟ دعجاء. إذن هذه الصفات تكون من الألوان أو العيوب أو المحاسن، ولذلك يقال حسناء، بيضاء، كحلاء، نافقاء، وعلماء أيضا. علماء يعني فيها ألف تأنيث إيه؟ ممدودة. يعني سبحان الله، علماء فيها ألف تأنيث إيه؟ يعني ألف تدل على التأنيث، لأن جمع التكسير يعامل معاملة المفرد، يعامل معاملة إيه؟ المفرد. فإذا جاءت الهمزة بعد الألف إذن هذا يسمى تأنيثا بألف التأنيث الإيه؟ الممدودة. وهذا ابتلاء، لأن العلماء فيهن أو فيهم ابتلاء. نعم يا سيدي. فكل ما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه، ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله. نعم، على إبراهيم لأنه مجرور، علامة الجر إيه؟ الفتحة. فإذا وصفت رجعت إلى الجر بالأصل وهو الكسر، خليله. نعم. ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين. نعم. فكل من إبراهيم وعمر مخفوض بدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف، والمانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمة. نعم، يعني إبراهيم معروف عالم أعجمي، والمانع من صرف عمر العلمية والإيه؟ والعدل، وقس على ذلك الباقي. طيب، قل ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف في الفتحة أن يكون خاليا من ألف لام، وأن لا يضاف إلى اسم بعده. هذا يعني ما قلته في البداية، يشترط لخفض الاسم الممنوع من الصرف بالفتحة ألا يكون بأل وألا يضاف، فإن كان بأل أو أضيف فإنه يجر على الأصل. صليت في المساجد الكسر، صليت في مساجد القاهرة الجر على الأصل. نعم. فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة، نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مساجدي. نعم. ونحن مررت بحسناء قريش. بهذا نكون بفضل الله تعالى وتوفيق انتهينا من الممنوع من الصرف الذي كان يأخذ مني شهرا في المعاهد الدينية، ولكن ضم في لحظات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته، إنه نعم المولى ونعم المصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، والف اللهم بين قلوبنا، ولا تقطعنا عن العلم وصالح العمل يا ربنا، انك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله الله على الأزهار.